باقيين كيشفوا راس في المرض تشفت المرض والمرض اللي فيك انت عفتو صار الليله ويلي 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 ويلي. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دونك اليوم جرحت لكم برياكشن على هذاك البيف اللي كاين ما بين 21 تاش و اكس 7 كيرا. اوكي دونك الناس اللي باقيين ما شافوش رياكشن اللي عملت على اول تراك، دونك الراب شوارع والرد ديال 21 تاش للاكس 7 كيرا بالتراك اللي سميتو انا واخي. مشيو تشوفوا باش تسمعوا ان بو مون بوين دو فيو تشوا وتشوفوا واش فوزيت داكور معايا ولا لا. الوغ ديجا لنديرو ان بوين ديجا باسكو سمعنا الجوج تراكات اوكي راب شوارع وانا واخي. صراحه بديا زوينه بزاف. انا صراحه جو با فو مونتيغ عجبتني ديال اكس 7 كيرا كثر الكلاش اللي ديالو باسكو فريمون مشى عنده على دي بوين لي فريمون سنسيبل مشى عنده تشوا تاك تاك تاك. Je pense que 21 Tash كان كوم شويه حنين encore في التراك، ما كانش فريمون قاصح، ما خرجليش دي سوجي شي حاجه لي فريمون بريفي تو فوا، ولكن تو اكس 7 كيرا مشى ليه في كل شيء. المهم شفنا الرد ديال 21 Tash صافا سي بيان ديفوندو، صراحه سي بيان ديفوندو. دابا غادي نشوفوا دابا اكس 7 كيرا عاود رجع ودار التراك اللي سميتو فيلم قصير. الوغ واحد الحاجه هذا قبل ما نكونتينيو من داو اولا استقمت علي فوالا لا باقي ما شافش الكليب غادي يلقى في صندوق البوص في اللي باقي ما شافش ديك الفيديو مع ريم اول ايبيزود ديال يا ربي السلامه مود ديال الضحك يشوفوا كاين اللين في صندوق الوصف كوا دوتر الفيديو مع ديك القوري اللي اول مره سمع الراب المغربي دوك الناس اللي ما عارفينش عندي واحد السلسله ان بلاي ليست ديال اول مره تسمع الراب المغربي كنجيبو دي زانفيتي اكسيتيرا وباقي غادي نجيب ان شاء الله اون اوتر انفيتي غادي تشوفوا بنت ماشي مغربيه غادي تسمع اول مره الراب المغربي. مهم اكس 7 كيرا رجع بفيلم قصير دونك اللي ديجا قلتها في اول تراك كان كيهضر على الافلام القصيره تشوفوا كان هذا البوان كان كترجع فهمتي، ولكن ما عارفاش واش الناس كانوا عارفينها ولا لا. جو بونس ماشي بزاف اللي كانوا عارفينها، ولكن 21 تاش كان كيعمل الفيلم القصيره قبل ما يبدا هادشي ويبان في المبوق وكاع هادشي. ما عارفاش واش كان كيعمل بزاف ولا لا، ولكن لا سول انفورماسيون اللي عندي بعدا سي كان كيعمل رابش كان كيعمل الافلام القصيره بحال بوز وسي تشوا ميم بوز تشوا بوز ولا ان دي ميور رابور تواف دون سون باسي سومبر اونتر غيمي كان كيعمل هادشي وماشي مشكل تشوا بو ما ماشي شي اونت ولا حاجه. اي واحد ملي كيبدا في شي حاجه تشوف ان كونتينيو فيزوال كتبدا في اي حاجه تشوف ومن بعد كتلقى راسك في واحد الدومين اللي كيعجبك. مهم واش ولكن الا اكس 7 كيرا بوينتا بهادشي ديال الافلام القصيره ودابا كاع دار تراك اللي سميتو فيلم قصير يعني عارف كو سافا البيكي، عارف كو ما غاديش يعجبو الحال 21 تاش ملي غادي يشوف هادشي il va sentir un peu tu vois c'est زعما لا الحشومه اي تولا ناري انا روا با انا وليت رابور اي تو وشحال هذيك كنت كنعمل افلام قصيره تشوا ما تخيلهاش. مهم ديزاين سناو تشوفوا الديزاين دونك شفنا لو بروميير لو دوزيام ديال 21 تاش. صراحه اللي عجبني من البدايه هو اول ديزاين ديال حاتم بايا moi j'adore son travail donc كان ديزاين لي زوين وكان واحد تو يا دي بيتي ميساج دي كلاش ديجا في التصويره. انايا صراحه جي با ترو كومبري كنشوفو بحال لي سباس تو حنايا في لي سباس ان سباس نوار وكان واحد النقطه بيضاء في هاد لو سونتر. هاد النقطه البيضاء شنو زعما المعنى ديالها ما عرفتش، واش باغي يورينا زعما لو نيون ولا ما صراحه ما عرفتش. لي عارف لي يبونس عنده واحد الفكره على هادي يقول لنا في لي كومونتير ونشوفو باش نشوف فوز اناليز ديالكم. المهم نسمعو اكس 7 كيرا فيلم قصير ديجا التيتر كلاش ديجا بام ديريكت. بلاتي نسوف من دار ديال السوف باش نسوف دوك ولاد القابل واش سمعتو اه وي كوميم الى با الطون ولاد كيرا لي انكرويابل واش سمعتو يلا شوت عاقلين على التراك شوت ديال 21 تاش يلا شوت. دونك ديجا بدا التراك
ب ب ما عارفاش واش سي بور البيكي مي مهم بدا بواحد الكلمه ديال تراك ديال 2018 يلا شوت بعد مدادرة ديال السوف باش نسوف دوك ولاد القحاب اللي باغيني في السوق يخطفو بلاتي نسبد باقلي باش تشوف كاع الذنوب اللي درتي معايا وقفت في طريق بحال السوق العفو راه مشكل والله حتى كنعرفوك بيقول لي سبي شكون هادوك اللي فايت ليكم معاك رعفو عدفو على اللي بحالك باقيين كيشفو راه شفت المرض حتى شفت المرض والمرض اللي فيك انت عفتو صار الليلة ويلي 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 نو لا راه تلسون راه مكفر شوا راه معمر لا صافي هاد كيرا لا صاي اي نون بو بلو اي نون بو بلو لا من البدايه عطالو القاصح تشوفو مي صراحه تشوفو اكس 7 كان قلت لكم ديجا في الاول تراك اي فريمون كان تشوا جور افيك لوي و 2018 ملي رد عليه سمحوا لي جي با لامبرسيون كو كان فريمون قاصح معاه كان فريمون ان بو كالم سي فري كان كيخسر الهضره ولكن سيتي سون بلوس تشوا مهم ولكن هادي ابيك صراحه تنو على اللي بحالك باقيين كيشفو راه شفت المرض شفت المرض والمرض اللي فيك انت عفتو صار الليله تيبنو هايله اونتي سيستم كيف الحاقز عطيك بعدا روبي المرض اللي فيا بدا كينتقل هانتا غعقل هادشي كيجيب العقل الفرق اللي بيني وبينك في الراب ماشي في الرقم انا حلحتي كوفر اه فوالا فوالا دونك دابا رد عليه على هذيك لو بوين ديال الرقم دونك قلت لكم مشيو تفرجوا في الرياكشن اللي عملت قبل باش شويه نسويت جوا مو مهم الا ما بغيتوش ماشي مشكل دونك قال ليه فوالا رد عليه على داك لو بوين ديال الرقم هذيك الرقم علاش باسكو 2018 قال ليه زعما غاتر زعما ماشي انت اللي غادي تعلمني الراب باسكو دونك في الراب شوارع كان قال ليك سيفن كيرا انا اللي علمت لك الراب نتاع عاد جيتي انا اللي علمت لك لي باز من بعد 2018 قال ليه بعد قبل ما تعلمني دير الفيوز اللي انا كنعمل شو باسكو هو كيضرب لي مليون اي تو ويك سيفن كيرا ما كيضربهمش انا بالنسبه لي ماشي مهم هاد القصه ديال الفيوز باسكو المهم في الراب جو بونس سي لا كاليتي ديال الفلو الكاليتي ديال ليريكس كاليتي ديال لو سون ان جينيرال الا كاين كليب الكاليتي ديال الديزاين كلشي تشوا كاليتي ديال لو سون ماشي في الفيوز وي سي امبورطون مي فوالا مهم دابا كيقول ليه فوالا ماشي كيرد عليه كي كونتر اتاكي تسنى نعاودوها هادشي كيجيب العقل الفرق اللي بيني وبينك في الراب ماشي في الرقم الفرق ما بيني وبينك ماشي غير في الرقم تشوا حد فيهم ما بغى خاطي مزيان ملي فهمتي كنرك ما خورقش الغليظ ضادي واخا تسعتي ولحتي كيقول لك الغليظ سي لو غرو ماناجور ولكن اللي ما عرفش واش باقي ماناجور ديالو ولا لا انا بالنسبه لي باقي ماناجور ديالو باسكو باقي كتشوفوه ايتو تا اون بيس داروا واحد لانترفيو في وي لوف بيز دونك باقي نتشوا خدامين اونصامبل ولا ما عرفتش المهم طراك بنتي ليا مفاضي ما عنديش ملي فهمتي كنرك ما خورقش الغليظ ضادي واخا تسعتي ولحتي طراك بنتي ليا مفاضي ما عنديش باسكو قال لي زعما تشجعتي خرجتي تراك باسكو زعما كان قال لي في اول تراك ما غاديش ترد عليا باسكو الماناجر ديالك ما غاديش يخليك غادي يقول لك لا صافي ما درتش عليه سينو ما غاديش نتعشاو هذيك الليله هذيك الهضره اللي قال ليه ودابا كيقول ليه زعما اوي كوميم تشجعتي درتي فاس ا تو ماناجر قدرتي دير فاس دو ماناجر وزعمتي رديت عليا فريمون اون فيت كيطيح منه زعما انت راك مكونترولي بحال في هذاك الديزاين اللي دار كتشوف زعما الماناجر كي كونتروليه بواحد لا تيليكوم فاردي طاكيتي كي طاكا طقطق سول كاع اللي كان تما بغيت نعرف واش طاكيتي عليا ولا غير على الزغبه جاوبني ولا لا هذيك الزغبه دائما مسكين هذيك الزغبه غادي تحمقو توت سافي هذيك الزغيبه غادي تبقى معاه اللي درتي فيها الدفع راه نخونك تنخونك بالحق ما نخونكش على قحبه فرقه 21 راني قصدك ماشي حتى 22 تبع بنادم لابسك فلو 21 راني قصدك ماشي حاسك فقرة 22 تبع انا قصدك ماشي حاسك بلابسك فلوات عندي لو في لا ديستونس فوت لاستيك والله ما بقيتي فيا بقات فيا اللي باسك عاديك طولك ماشي بسيكولوج خرج عليك لاريني ما تحاولش بدل لي فيك قنعني به ضميري رب الوالد اللي قدروا يبدلوا لي مصيري حلمتي تكور ساعة الحلم ديالك يرسل مصيري كنتي معايا في الاستوديو اللي كنت فيه بيبلي قال لي خبرتي وعرفت راسي باللي زدت فيه هزيتي الميكرو ما طلقتيش داري مسدت فين حيت اناني كتبغي راسك تكلف راسك في هاد الحاله كتحرك ستوريات كلشي فابور تتحسان والدائن وتدريات كوبرا ديور تي ان تروا ايمي طاسو شنو البلان نورمالمون قلتي ما فطفط والو تعلمتي تبران كذاب كيقضي عليك كذاب حوا في رمضان حرام صوره زرعت فيك دو بيرسوناج خلاتك كي صدا عرفتي بينك وبين الله عاد باش تعرف شنو بيناتنا قوي الذاكره بتمر بالحق ما طيحش في المات ما نعطيك هادي
ابيك صراحه صابيك وربي السلام عليك الداب حوافر رمضان حرام صوره زرعت فيك دو بيرسوناج خلاتك كيستار عرفتي بينك وبين الله عاد باش تعرف شنو بيناتنا قوي الذاكره بتمر بالحق ما تطيحش في الماكله عندك ميديكا ام غيعاونك باش طيح التقاطر لان تلا داك البنجنا عندكم سلق الرجوطه والحلاقم داك ميديكا ام غيعاونك باش طيح التقاطر لان تلا داك البنجنا عندكم سلق الرجوطه والحلاقم داك الشيء علاش سلق الرجوطه والحلاقم باسكو كان كيقول لي وسي زعما انت كتطلع في لي زيغوز كتعرف غير زعما تغوت شو ولكن هو ماشي كيغوت في التراكات ما كيغوتش سي ان ستايل tu vois c'est un style qui te la fait les aigus et en plus ça donne qui كتعطي واحد لوريجيناليتي للتراك tu vois المهم je sais pas كنعطيكم غير mon point de vue وانتوما قولوا لي اللي بان لكم في لي كومونتير شنو بان لكم من هادشي كامل شكون اللي رابح دابا سمعت بحال الطلاق مراك سبتيني براسك في الاول قلت لك خليك عاقل شنو قلت لي هاد الهضره هادي سكتيني ويلي اه وي شد لا فوا ديالو اي تو اوكي 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 alors لا فامي تراكسيلا تري تري بون كونتر اتاك ما نكذبوش تري تري بون كونتر اتاك اكس 7 كيرارا صراحه صدمني جو بونسي با كان عنده هذا النيفو صراحه سي دو لور غادي تقولوا لي شنو بان لكم في لي كومونتير شكون اللي رابح وكاع هادشي فوالا لا فامي هادشي اللي كاين دابا نمشيو نسمعوا 21